على بركة الله متتبعين مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شو تبي سعد الله وصباحكم باليوم من البركات مباشر جديد من خميس الجعد أو خميس الجعد كيف تلاحظوا رحبة الخيول هنا الجدع كيف يقولوا الهم الثمن ديالو اللي طال فيه مولاه 5000 7500 درهم اللي هي 150000 ريال الناس عطاو 92000 كيف تلاحظوا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شو تبي السلام عليكم كي داير سيدي كي داير مع الصحه منين هاد الجدع هنا منطقه هنا منطقه حدا تيغ السليم وما سخيتيش تنزلي منه شكراك فوقه ما سخيتيش تنزل ما سخيتيش تنزل قالك علاش ما بغيتيش تنزل من فوق واش ما خليولها تبزيني ياس واحد ما تخيجيش مشي زين زوري نجي ابي ستيجيش مشي وربادي وزيدي ويا عاد تصغر استيتوتي دار من استيتوتي تبيكم بكم بكم باش استيتوي بكم باش شنو سكوا ساغور شي لا ودي الله على هذا شحال اللي خيجي تمشي نجمع انت جاجي تغرش من ستغي لا سخيخ يا حاج شحال شنو يمكن تشرح لينا بالعربيه شنو قال لينا شنو لي وانت على المباشر على قناه شو تي في واش زياده عندك ولا شاري قال لي راني شاري في واش جايبو في الكيكوب ولا جاي راكبك وقال لي جايبو في الكيكوب قال لي قسم لي الله يتبع ما قسمش يرجع للدار اش من نوع هذا؟ درهم ولا الثمن اللي سمعنا 92000 ريال بحال رخيص لا راه هو قصير بحال ماشي ديال المباراه بحال ديال ماشي مطلوب ماشي ديال المباراه ولا ديال الدوره بحال هكا نايم صافي تركب الخيل تربيه تمشي الفلاحه هادشي اللي بان ليا ولكن حنا كمشاهدين تنشوفوا الدهم تنقولوا راه من نوع الملكي من نوع المزيان من نوع الدهم الخيل كله هذا بحال قلت لي بربري شويه ماشي عالي ماشي عالي هذا راه كمي كمي غادي بيها هو الشيء كيما تيتسالى بها على فلاحته على بهايمه كي داير السوق اليوم بجع؟ السوق لا دازو المواسم دابا ما دخلتش لي خيل مزيانه ما راه تيكون فيه خيل مزيان ولكن مع المواسم دابا يلاه دازو ما غاديش تدخل شي حاجه مزيانه الله يعطينا شويه الشتا وغادي يا المواسم ان شاء الله غادي يعمر مزيان مزيان وين منطقه عمي انت؟ زاويه الشيخ زاويه الشيخ وانت جيراننا مرحبا بك في مدينه ابي الجعد مدينه الشرفاء مدينه الزاويه الشرقاويه ترحبوا بجل الناس اللي جاوا للسوق ديال خميس بجعد وخميس جعيدان اللي تيتعرف من اكبر الاسواق بجهه 8 من الخنيفره وهو خميس بجعد شكرا كنتي معنا على المباشر على قناه شوف تي في السلام عليكم كي داير يا سيدي لاباس عليك كي داير مصلحه وليدي واحد تيبقى على الشمس الى السوق هناك اليوم على خميس بجعد اش تقول لنا نسوقوه دائما هو السوق ديالنا سوق كبير كل شيء كاين فيه كل شيء موجود كاين بهي موجود الخضره موجوده كل شيء موجود اش تقولنا على رحبه الخيول اليوم اش تقول الخيول كلها والنوع ديالو كاين اللي مليون ونص كاين اللي بجوج مليون كاين اللي غير 100000 كله الحساب ديالك شكرا عمي الجودة ديال العود شكرا عمي تحية ليك شكرا السلام عليكم كي داير الحاج لاباس عليك كي داير مع الصحة جيتي اليوم الخميس بالجعد واش بغيتي تشري شي عود ولا جيتي تشوف عاد تسوق ونشوف عاد تسوقي وتشوف ونمشيو عند الطبيب لا قسم الله الله يشافيك الله يشافيك الله يشافيك عمي شكرا كيف سمعتوا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شو تيلي دائما سلسله مباشره التي نقوم بها لنقرب جل مشاهدينا الكرام داخل هذا الوطن وخارج هذا الوطن من بعض المباشرات نحن الان كما قلت حطينا الرحال في خميس بالجعده وخميس جعيدان وبالضبط في رحبه الخيول كيف تلاحظوا جدع الدهم اللي قلنا لكم دير 150000 ريال او 160 لازلنا في جوله في الخميس بالجعده وخميس جعيدان كيف تلاحظوا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تي في صور ليش واحد معاك على المقصد اي واحد يصور وانا كاش يصور اخويا بس صور كيدير هاني لاباس عليك كيدير مع الصحاب
كيف تلاحظوا مشاهدة الكرام مشاهدة قناة شوف تيفي دائما سلسلة مباشرة التي نقوم بها نقرب جل المشاهدة الكرام. ونحن كما قلت الآن نتواجد بخميس بن جعد وخميس جعيدان، نقربكم من كل كبيرة وصغيرة عن خميس بن جعد. هنا الجدع اللي قلنا لكم داير 150 عاطين 92000 ريال، اللي قالوا لنا الناس اللي بالحريفية أو الكسابة قال لك هو عاود أو هو عاود يقول لي أو عاود قصير كيف تلاحظوا مشاهدة الكرام. وين عاود قصير كان مارك وين؟ ها هو نبي الراكب تشكروك صاحبي تبارك الله عليك. دابا الحرمه ما مقداش عاود، دابا كتشوف عاود كتقول احنا ما عارفينش خويا، احنا بغيناك تقربنا من خميس. شوف احنا بغيناك تقربنا من خميس بالجعدة وخميس جعيدة. الشعب كيكون ايامات المواسم كيكون عامر مزيان، دابا راه ما كاين لا خيل لا والو، دابا راه ماشي تشوف عاود تسحب راه كاع الخيل مقاده، راه ماشي مقاده فهمتي، راه كله حسابه. دابا كاين اللي كيقول لك العود 100 الاخر 140. حنا شلنا دابا واحد الجدع راكب عليه مولاه على شتيه، دير قال الميكرو عندك خويا. اييه. قال لك عاطينه 100 عاطينه 92000 ريال وهو طالب فيه 150. اه رزقه هذاك، راه كان يستاهل 150 راه يبيعو 150. حيت سيرتي العوده تقول لنا خويا على خميس بن جعده وخميس جعيده؟ خميس بن جعده خويا حتى تشوف فيه. شكرا. شكرا اخي تهيا لك. هنا غادي نصادفوا احد الابناء ديال مدينه بن جعد اللي قدر يقربنا من كل كبيره وصغيره عن خيول ديال مدينه بن جعد. سير كارطي المشهور عند الحراكه ميسي. الكارطي اش تقول لنا على السوق ديال خميس بن جعد؟ خميس معروف سوق كبير، كيدخلوا له الخير، كاين ناس كبار ليا الحمد لله، مسكنا ولاد يوسف ترقاو، معروف معروف السوق ديال بجعد على الصعيد. واخا تمشاو للمواسم الكارطي ما بقاوش المواسم؟ المواسم من عند الكورونا جات ما كاينش الدعم ديال موالي الخير. الناس موالي الخير الله يرحمهم مساكن تيمشيو صافي، راه ما عرفتش بقات هذيك الهوايه ديال ركوب الخيل صافي تضاربوا مع الوقت وصافي، راه الدراوش هما اللي باقيين شادين الخيل. شكرا بكارطي. شكرا بكارطي. كيف سمعتوا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تيفي دائما سلسلة مباشرة التي نقوم بها نقرب جل المشاهدين الكرام. نحن كما قلت نتواجد الآن في رحبة الخيول